بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات منوعات رحالة. يوم كده قبل ما نقلب على شغل الايه، شغل المالح، فانا هنحكي لكم التجربة بتاعتي. بص يا جماعة، احنا هنا في مرامي بتاعت اخ اسمه حسن، هو واقف قدام مني. انت رقمك كام يا عم حسن؟ 010 010 250 250 39 39 608 608. عم حسن هو فحت المرامي ديت، وهو يعتبر بيأجرها للصيادين، بياخد مبلغ رمزي كده يعني مثلا 15 20 جنيه على حسب يعني. تجربتي النهارده يا جماعه على الميه ديت، الميه دي ما بتحتاجش غله كتير، بترش شويه غله كده صغيرين، وترفع المرايه قدر المستطاع، بتنطور طبعا شويه في القلبيه. انا كنت شغال بخيط 25 رمال 15 سنار 4. المايه يا جماعه عايزه اللي فايق له، لان بيجي لك غمزات محترمه خالص ممكن تضيع فيها سمكه محترمه لو انت ما انتش فايق. النهارده انا ضيعت سمكه او سمكتين، وضيعت غمزات كتيره خالص. فده الدور اللي انا كنت قاعد فيه يا جماعه. انا اترضيت يعني، بس ضيعت سمك كبير والله، وضيعت غمزات اكتر. دي التجربه بتاعتي يا جماعه على المايه الجديده اللي هي مايه الخيول، عشان اللي حابب يجربها. كيلو 45 صحراوي. المايه دي يا جماعه في الكيلو 45 صحراوي. احلى تحيه يا جماعه من اخوكم سامح. نعمل المرايه بتاعتنا. الفيديو ده قديم يا جماعه، اللي عايز ينزل المايه ديت ينزلها والجو مدفي، يعني يومين ثلاثة دفى كده ينزل عادي. هتاكل ان شاء الله. المايه كانت واكله كويس خالص يا جماعه من شهر كده، وطبعا انا متاكد، بس حاليا انا وضعها ايه ما نعرفش، لان الفيديو ده كان قديم شويه. طبعا في ناس بتنزل على المايات دي بمرايه تقيله، انا مش من هواه المرايه التقيله. نحب ايه، نفضل نرشرش كده ايه طول اليوم غله عشان نعمل دوشه في الدور. ربنا كريم ان شاء الله، لو استفتحنا بحاجه هنصورها لكم ان شاء الله. ربنا يقدرنا نقدر نصور مباشر، ونقدر نعمل فيديو يليق بحضراتكم. خليكم معانا. اللهم صل على النبي. يا جماعة أنا شغال بخيط 25 والرمال 15، فلازم نتأنى على السمكة عشان الخيط ما يقطعش مني. يا رب يا هادي. يا رب يا كريم. صباحكم زي الفل يا رجالة. صباحكم وارد ان شاء الله. ايه يا حبيبي؟ لا تمام، اصل صغيرة. ايوه تمام، ربع. صباح الفل يا رجالة، احلى تحية. معلش يا جماعة ما عرفتش نضربها مباشر. بسم الله ما شاء الله، سمكة مدورة هي جميلة، فيها الربع ان شاء الله. والله كريم ان شاء الله، يومنا جميل بيكم. تحياتي ليكم يا شباب. الخيول يا جماعة اللي هي المية الجديدة، مية الصحراوي.
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله. اللهم صل على النبي. تعال يا بطة، تعالي تعالي، انا مستنيك من بدري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله حتة حلوة يا جماعة، يعني تقريبا داخلة في الربع اهي، البركة على كف اليد اهو. ان شاء الله يومنا جميل يا جماعة، ربع ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا جماعه دي كانت في الاستباحه، وخلي بالكم الاستباحه بتبقى حلوه خالص، ولكن للاسف ضيعت بتاع ربع ساعه في العده دي، عقبال ما سلكتها اضطريت ان نقطعها ونعمل عده جديده. بص يا جماعه، ده سمك اهوت على البركه. طبعا في اللي قدرت نصوره مباشر، وفي اللي ما قدرتش نصوره. انا حبيت بس نوريه لكم برده عشان تبقوا ايه التجربه كده بكل مصداقيه. يعني هو السمك خشن، يعني على البركه، عايز تقليه تقليه، عايز يتشوي تشوي. المهم يا جماعه، المايه دي عايزه المركز، عايزه حد يكون نايم ويكون مركز لها خالص، ويخلي باله من كل غمزه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للرماء، الخيط اللي هترمي بيه مثلا خلي طوله ما يعادل مثلا ايه 40-35 سنتي. يعني هتقطع حته مثلا 40 سنتي وترمل منها السناريه، وبترفع بقى سنار عن التاني. يعني في الاخر هتخلي مثلا فرد 25 وفرد ايه 35، ما يعادل. يعني احنا بنحط طبعا بليه على الريشه، بليه صغيره على الريشه او على الغماز. فمستحب ان الرمال يكون قصير، بحيث ان السمكة لما تشد ما يبقاش معاها طول تاخد وتدي فيه. يعني تهز على طول البلية او الغماس وتقوم تبان معاك الضربة بتاعتها، تقوم تضربها على طول، لان زي ما انتم شايفين المية ايه، المية سريعة خالص. دي الحكمة من الرمال الايه، من الرمال القصير. معلومتين دول بس عشان تبقى التجربة ناجحة يعني، والفيديو يكون فيه هدف. تحياتي ليكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.